بالنسبة لي جوست أنا شعبة أدب، بالنسبة لي جوست فلسفة اليوم، واللي كان كما نقول إحنا الموضوع كان في المتناول الجامع. بصح وشنو السوجي اللي كانوا من قبل تحكمت على العربية الإسلامية كانوا صعب، وما نظنش بلي كي نجوزوا الباك راح يكون صعب بهاد الصعوبة لهاد الدرجة. اللي كما نقولوا حنايا الإنسان لازم يوجد روحه ويتوكل على ربي ويدير ربي في قلبه، وإن شاء الله بالتوفيق للجامع، وإن شاء الله كما نقولوا حنايا جميع واحد راح يجوز الباك ربي يفتح عليه وإن شاء الله يجيبه، والله ولي التوفيق. والباك ما راهوش كما نقولوا حنايا ماهوش الباك ماهوش مصير اللي راح يحدد الإنسان اللي يدخل الجنة ولا النار. الباك ما راهوش أسئلة على القبر، ماهوش راح يسألونا في القبر، ماهوش راح يسألونا في يوم القيامة على جال جبنا الباك ولا لا. الإنسان كما نقولوا حنايا يجوز الباك، جاب ما جابوش قدر الله وما شاء فعل. الباك ماهوش راح يحدد مصيرنا، وهذا ما كان، وربي يفتح على جميع إنسان يجوز الباك، وإن شاء الله ربي يوفقنا ونجيبوه ونحققوا نتيجة إيجابية، وإن شاء الله كما نقولوا حنايا فيها خير، وإن شاء الله نكونوا في المستوى، وإن شاء الله جميع إنسان قاع هادو ما قاع إن شاء الله يجيبوا الباك.